مرحبا، كتابنا اليوم رأيته رام الله. رأيته رام الله رواية الكاتب الفلسطيني الراحل مريد البرغوثي، تحكي عن رحلة العودة لفلسطين بعد 30 سنة بالغربة. هيدي الغربة اللي بلشت بحزيران 1967 بعد حرب الست أيام لل 1997 وقت اللي سمح للفلسطينية بالعودة بعد اتفاق أوسلو. الرواية هي رحلة بالثقافة الفلسطينية والتناقضات اللي عايشها الكاتب بين الماضي والحاضر وحكاية الشتات مع رضوى وتنين. الحياة الفلسطينية الشعبية البسيطة عايشها الكاتب بيوميته فلسطين على شكل أوجاع وألام، وبنفس الوقت فرحة بلقاء أشخاص من الماضي وأحياء كان يعرفها شبر وشبر. من أجمل مقتبسات الكتاب: السياسة هي شكل العائلة على مائدة الإفطار، من الحاضر حول المائدة ومن الغائب ولماذا غاب، السياسة هي عدد فناجين القهوة على المائدة. الكاتب بيعالج قضية فلسطين الجديدة الملطخة ببصمة إسرائيلية وقضية اللاجئين بالشتات وحلمهم بالعودة لوطنهم. الرواية ممتعة جداً وحازت على جائزة نجيب محفوظ الإبداع الأدبي سنة 97، بعطيها 4.5 نجوم. كل جمعة كتاب هي مبادرة فردية لنشر ثقافة المطالعة وتقديم نقد أدبي للكتب المقروءة. خبروني بتعليقات أي كتب بتحبوا أقراها وأعطيكم رأيي فيها.